أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر دواد ورك دورنمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتها سبسكرايب سار كم بيلك فرود دا وراركي قدن بيه واد دورنما أحد أخوض بحساسي أي نصو سعد فضلاً نلاتشوك حق حساسي مشرح لك تليقة ودري مدح وينا وقتي وكاد ماذي فرماجي إسلام مركاسينا الشيغي إنو داهين يدور الشادة وحا ودونيا إن أولوها قبطو إسلام مركاسينا كورسيغا وسكسيفة ديو قار كميداهي مشرحين تمعارد كي أتاقن حلك مدحتين مدى صوماليا ياكا والأحسن داهي تانك دور الشادة صوماليا إيو عقا جيت كاي شيغين إن أو كجيرو سيدي دور الشادة لوغو قبن لها وقتيغي أي كوهي شيسي دولة دا فدرالك صوماليا دولة قبلية دا مشرح مدح وين عبد كرين حسين قولد أيا شيغي إن قابس أو حد كجيرو هيرقلين تا دور الشادة أو هري لوغو هي شيي إن لوغو سو قبقبية لباب بلوت قدهود وحا أونا كوباقي إن شاقة دور الشادة أهمية دوين لسيو أو آن دالك إيا دولة نمدا فرصاد كار لغو لومين أيو يري فراق أيها هبع سنان تاك موقتا هاي أذها دولة دا وحا داو واحد دا جنتا مشروع دور الشدر دولة دا فدرالكي دولة قبلية دا إيا باش عالم كا وحا نوو باقينا إن آن وقتيغا لدلين أو دور الشدر لدد جي هشيز كا مقدشا لغو غاري داماتي بشي مي وحو أبو ري جوي دور الشدر لكن مدد لعي مي أو لابا بلود أه إيا شقادة سيدا لوديس كا أهي أسعو تا اسما قادان كران وحا نكو باقينا إن شقادة دور الشدر أهمية دوين لسيو أو آن دالك إيا دولة نمدا فرصاد كالي لغو لومين أيو يري مشرح قولت مدحويني هوري قل مدوك عبد كرين قولي دا يا شيغي إن مروالبا أولا داهيو قيد سعودك دورة شدا أي أبور ميكاران عقابد عصوبيو اسمري واكالي وحا اونا عدسدي إن آن وقتيغ لدلين أو دورة شدا لغو هشيي لددجيو مشرحاني أيا تلمامي إن مدحويني فرماجة كموقاتو إنو معاش أغا بحجيدو حقال داعين تا وقتيغ دورة شدا سيو أصفا آن شرعي إهين أغو سيفا ديو كورسيغا قرنكا وحا اونا كدقاي داهين تا دورة شدا إيو دابين أولي ديغيو مدحوينه وقتي كدعايا فرماجو مر والبا أولا داهي قيد سعطة دورة شدا وحا أبور مدون تا عقابادو عصوب إيو اسمري واكالي مدحوينه مدحليت كي سادة ماري فرماجو وحا كموقتا إنو معاش أغا بحجيدو حقال داعين تا وقتيغا دورة شدا أيو كوغر باشي مشرح عبد كرين حسين قوليد دينا عكال رئيس الوزراء حكومة دحل قارسين تا محمد حسين روبلي أيا مقا عابي قد دي صوب بارا عبا شدا والدين تي صوماليا دي ويلة شودي تا ببرك اللوغو قادي دل كاسير تريا كواسي أو تن إيو مركي دل كالاغا دوفيي آن لغا هيلين حق سوغن قد ديغا و رئيس الوزراء روبلي مقا عابي باري تان كارين تاني أيا كا كومن شن حبنود وحين كليهين كو حسن حسين حاج ورسمك وزيرك غاشانيغا و قدومي لوغا ديغي لبا مختار حسين أفرح وزيرك أرماه قدها سد دنجري عبد الله احمد جامع سفيرك صوماليا دلك ايتوبيا افر جنرال اودوا يوسف راغ دليا عينك حوغ دلك صوماليات شن محمد ابراهيم معلم وافهينك حكومته رئيس الوزراء طلابدان او احمد اد مهم او اه والدين تا صوماليات اي عرورتودا كو وايين غعانت دولتا ايا مده دهر لغو لا تلينيه إني خاطو دولد بلسة حد أيوكو دقاقاي ريز الوزار روبلي دوان وحاسو حوغي استيوارر شيغي إن عيدة ما صوماليا داي كدقال لمن قبل كتكري يدل كيتو بيه كدب واربحين كسو بحدي هيد دقرامد ميدو بيقابل سن حقوق الإنسان كاو شاعسي حكو سابسن هارين تاسي وحي إن تاسي كدن بيه مقالد مقدشة أيام مرتي قليسي مدهاراتي ووين أو أي ليغيين والدين تا أي كمقايهين عرور دودا كواس أو مالمه لصور دافي عبشو دودا لهور تاقنا حفيسي دا ووين أي هاي أده دولد sidoo kale waxaa jira dhalinyaro la sheegay inay ka soo goosteen askartii tababarka loo geeyay dalkaas Eritrea oo maalmo ka hor lagu soo bandhigay deegaanada Puntland kuwaasi oo sheegay inay wajaheen nolol adag iyagoo ku celceliyay in loo doodo oo dalka degdeg loogu soo celiyo dhalinyarada saaxiibadood ahaa ee wali ku sugan dalkaas Eritrea si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa iminka arintaasi dusha u saartay gudigaasna u magacaabay fadlan dib u daawar keeni hore ee calansida media xub xasaasi ah rais wasaar roble musharax xilka madaxtinimada u taagan miya mise waxa uu ka shaqeynaya doorashada qaranka farmaajo iyo kursiga ku cariirin doona rais wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa meesha ka saaray inuu damac ugu jiro xilka madaxtinimada Soomaaliya saaxiibkiis farmaajana uu kursiga ku cariirin doonin wuxuuna shaaciyay inuu san isa sharaxi doonin doorashada la filayo inay dhawaan ka dhacdo dalka roble oo ka hadlaya munaasabad ka dhacday degmada dayneela ayaa adkeeyay ballanqaadka xukuumadda ee ku aadanaa
hoggaaminta geeddi-socodka doorashada daahfuran oo degdeg ahi laguna kalsoonaan karo wuxuuna ballan qaaday inuu u sinaado dhammaan musharaxiinta. Aniga dhankayga ka ra'iisul wasaare ahaan waxaan ka shaqayn doonaa doorasho cadaalad ahay, waxaan tusaale u soo qaadanayaa haddii ay tartamaan ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre oo musharax ah iyo madaxweyne Farmaajo inay ii siman yihiin, ayuu yidhi ra'iisul wasaare Roble. Ra'iisul wasaare Roble ayaa siyaasadda si fudud ku soo galay Farmaajo, ayaa ka dhigay ra'iisul wasaare waxa uu yidhi dan gaar ah oo aan ka leeyahay doorashada ma jirto, cid gaar ahay oo aan leeyahay adigaa kuu xalinaya ma jirto, waa ii sinaanayaan dhammaan musharaxiinta weliba si cadaalad ahay, ayuu hadalkiisa ku sii daray Roble oo meesha ka saaray suurtagalnimada inuu isku sharaxo jagada madaxtinimada qaranka. Xubnihii kala duwanaa ee xafladda ka hadlay ayaa dhammaantood sheegay inay bogaadinayaan shaqada wanaagsan ee uu qabtay ra'iisul wasaare Roble, sida inuu ka shaqeeyey xasiloonida caasimada Muqdisho iyo inuu dalka u dhaqaajiyo doorasho xor oo xalaal ahi. Roble ayaa dhowaan la wareegay hoggaaminta doorashada dalka, wuxuuna kadib qaaday tallaabooyin dhowr ah oo muujinaya inuu dhexdhexaad ka yahay arrimaha doorashada, inkastoo weli ay jiraan walaacyo laga qabo in Filla Soomaaliya ay faragelin xooggan ku samayso arrimaha doorashada. Dhinaca kale, magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya, ayaa waxaa kulan xasaasi ay ku yeeshay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay James Swan. Kulankan oo qabanqaabadiisa lahaa wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay James Swan ayaa waxaa looga hadlay howlaha doorashada oo ay ka shaqeyso xukuumadda Soomaaliya uu hormuud u yahay ra'iisul wasaare Roble. James Swan ayaa ra'iisul wasaare Roble weydiiyey sababta keentay dib u dhaca haysta fulinta qodobadii ku qornaa heshiiskii ay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ku saxiixeen Muqdisho 27-dii May. Ra'iisul wasaare Roble ayaa si weyn isku difaacay, wuxuuna wakiilka qaramada midoobay u sheegay inay ka go'an tahay in waqtiga doorashada aan dib loogu dhicin, balse wuxuu ka cudur daartay inay jiraan duruufo adag oo u baahan in beesha caalamka ay gacan ka siiso. Sidoo kale, kulanka ayaa waxaa si weyn looga hadlay amniga, cadaaladda, iyo shaqaaqooyin culus oo la xiriira amniga doorashooyinka, taasi oo sida ku cadeed heshiiskii 27-dii May ee ahaa in la dhiso guddi amni oo ka kooban 9 xubnood ra'iisul wasaaruhu hogaaminayo, kuwaasi oo ka imaanaya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka. Dhanka kale, kulanka ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday sidii dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ay isaga kaashan lahaayeen taageerida dadka ku waxyeeloobay daadadka deegaanada Hirshabeelle, waxaana la soo jeediyey in sida ugu dhaqsaha badan kaalmo loo gaarsiiyo deegaanada ay fatahaadaha ka sameeyeen ee ugu badan tahay Hirshabeelle. Kulanka uu ra'iisul wasaare Roble la qaatay wakiilka qaramada midoobay waxaa goobjoog ka ahaa guddiga farsamada doorashooyinka ee dhowaan uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble. Dhinaca kale, taliyihii hore ee hay'adda nabadsugidda Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe oo hadalka jeediyey munaasabad soo dhoweyn ahayd oo degmada Daaniil loogu sameeyey ra'iisul wasaare Roble ayaa ku ammaanay sida uu u maareeyey isqabqabsigii siyaasadeed ee dalka ka dhacay, isagoo bulshadii isugu timid munaasabadda ka codsaday in si dhab ah loola shaqeeyo Roble. Sanbaloolshe oo shaaciyey inuu isbedelay fikirkii uu ka haystay ra'iisul wasaare Roble: berigii hore anigu waxaan dhihi jiray ninkaani mas-uuliyaddiisa marti ayuu ka yahay, waxaa la dhihi jiray waa waxmatare oo xilka ayaa ku filnaaday, laakiin hadda xantaasi meesha waa ay ka baxday, waxaa caddaatay inaad tahay nin nabdoon ahay oo soo daahay, ayuu yidhi Sanbaloolshe. Sidoo kale, waxa uu tilmaamay in mas-uuliyad adag hor taalo ra'iisul wasaare Roble, isla markaasina dhammaan Soomaalida uu waajib ka saaran yahay inay gacan siiyaan ra'iisul wasaare Roble. dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.